جوه من نجوم الاستوديو التحليلي. كابتن علاء، الهدف الاول كلمنا يمكن شويه بين الشوطين ما كانش عليه قوي، لكن هو كره من بادجي استلمها كويس قوي، كانت في مساحه كبيره جدا عمل جيراردو. جيراردو عمل تمريره، مش تمريره من الناحيه الشمال، هي اقل من الناحيه اليمين بكتير قوي في الكورسات. مروان اتعامل معاه طبعا بحرفيه شديده جدا، واتكلمنا في الاستوديو برضه ده الشناوي صحيح. بص الشناوي هو اللي عمل الكوره كالعاده، صنع الالعاب بتاعنا الشناوي، عمل الكوره طويله لبادجي في المساحه الفاضيه استلمها ولعب مع جيراردو. وزي ما كنا بنتكلم واجتمعنا كلنا قبل الاستوديو ان ده في اثنين راسين حربه بمواصفات بادجي، وطبعا تحرك ممتاز من جيراردو، كان الحصه الوحيده عملها في الماتش عشان بس نبقى حقانيين، دي الحصه الوحيده عملها طول المباراه. يعني كمان بص ايمن، التمركز الدفاع بتاع الدجله اربعه كتير جدا على واحد في ال 18، لكن بص وكله باصص للكوره. بالظبط، برافو عليك. لكن بص التمركز كمان، سيبك كله باص للكوره دي عادي، يعني الدنيا كلها في مصر كلها كله باص للكوره، لكن التمركز نفسه بتاع اللعيب وحش جدا جدا. يعني المفروض واحد راح يقابل رضا، ده المفروض رقم اربعه، كان المفروض يبقى مروان هو اللي قدامه، لكن مروان الخطوه اللي لورا دي اديت له الافضليه انه يشوف الكوره كويس قوي، وهي في الهواء نكملها بقى، نكمل الكوره وهي في الهواء. بص مروان ارتخاء طبعا ممتاز وموجه الكوره كويس قوي، مساعده الكوره دي ان هي لمست الارض، لمسه الارض دي طبعا هي اديت لها يعني قوه شويه كمان. اتفضل. بس هو موجهها للزاويه البعيده يا كابتن علي. لا ما انا بقول لك مروان ارتخاء كويس جدا وموجه الكوره كويس قوي في الزاويه البعيده ولمست الارض، طبعا اديتها يعني اخذ القوه زياده. هدف حلو، ومن المميزات اللي احنا اتكلمنا عليها مميزات مروان وبادجي، التحرك بتاع بادجي على فكره على الجناب هايل ولمس الكوره كويس قوي على فكره، ماتشات كويس النهارده. يمكن لو هطلع نجوم مباراه اللي هي متوسطه المستوى دي ممكن اقول عليه بادجي النهارده، كان في واحد النهارده راجع تقريبا لمستوى محمد هاني، عمل مباراه النهارده ممتازه بعد الفتره اللي فاتت، لكن عمل مباراه ممتازه. بادجي اتحرك كويس قوي زي ما بقول لك، جيراردو الحسنه الوحيده، مروان طبعا هدف جميل جدا بيديله ثقه اكتر واكتر. اعتقد مروان يعني رجع لحالته طبيعيه جدا، هدف حلو قوي النهارده هيديله ثقه زياده. زي ما بقول لك يا ايمن، محمد هاني عجبني النهارده، رجوع المستوى تقريبا طبيعي جدا. هنتكلم في النقاط الفنيه، ماشي، من حل الهدفين كابتن محمد وهدف مروان محسن.